اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية صرح وقال إن الدوري الموسم الجديد هيكون بنفس شكله الطبيعي 18 فريق بدون تغيير من دورين عادي خالص، يعني مفيش دوري من دور واحد ولا دوري مجموعتين رغم كل ما يصار عن الكلام خلال الأيام الماضية. والحقيقة إن ده طبيعي لأن شكل الدوري مرتبط بالتعاقدات الأندية وحقوق البث وتفاصيل كتير جدا ما ينفعش اللعب فيها بسهولة كده يعني ده شيء مهم. أنت ده شكل الدوري المصري، ده قيمة كل نادي، كل نادي بياخد العدد المباريات وعلى عدد البث الفضائي والكلام ده كله والقيمة التسويقية لكل فريق، ده ما ينفعش تلعب فيه الدوري. انت لازم تنظم بطولة مظبوط، تحدد مواعيد مظبوط، تبدأ في ميعاد مظبوط وتختم في ميعاد مظبوط، ده المهم يعني.